السلام عليكم، أهلا بكم في درس جديد من مدونة بروجيك. مقدم الدرس محمود الأدهم. إن شاء الله الدرس بسيط وسهل، وعبارة عن استغلال أزرار الكيبورد في تشغيل البرنامج عن طريق برنامج إيفوكي. تابع الشرح. أقوم بتحميل البرنامج من الرابط التالي، سأقوم بوضع أسفل الفيديو. طبعا البرنامج خفيف جدا وسهل التعامل معه. داونلود. أقوم بالتحميل. أوبن. طريقة تصطيبه كتصطيب أي برنامج بكل سهولة. Next. Accept. Next. Next. Finish. طبعا لو ألاحظ البرنامج شغال عندي، أفتح البرنامج. طبعا لإضافة أي برنامج ووضع زر مختصر له، نقوم بالضغط على Added، ومن ثم مثال تسمية البرنامج. مثال سأقوم بتخصيص برنامج Dreamweaver. نختار الباث الخاص به عن طريق File. نذهب إلى مسار البرنامج. اوكي، نخصص الزر. مثال سأقوم بوضع F3 لتشغيل البرنامج. اوكي، لو لاحظ لو ضغطنا على F3 راح يشتغل البرنامج معنا. نجرب برنامج آخر. Added. مثال سأقوم بفتح متصفح موزيلا. نختار الباث. سأقوم بوضع مثال أوضع F2. أوكي، نضغط على F2. فتح معي، وهيك إن شاء الله انتهى الدرس، ويعطيكم ألف عافية.